طيب احنا عندنا تقريبا كده معتقد عند كل الناس ان هي بتميل لحيطان البيت انها تبقى بيضه. عامر انت عامل بيتك ايه يعني؟ اعتقد لا، انا عامل جريهات، جري فاتح وجري غامق. طب حلو والله. وابيض، وفي الابيض بدرجات بقى، في اوف وايت شويه مش الابيض اللي هو الصريح، وانا مثلا عامل المطبخ اسود يعني. انا ده هايل. انا بعمل حاجات